اللي هو ظل عندي اخر موضوع في موضوع السترينج او الفانكشنز تبع السترينج، اللي هي السترينج توكن. السترينج توكن ايش وهذه من اهم الفانكشنز الموجوده عندي بالسترينج. السترينج توكن انه انا بدي احصل بعض البيانات من السترينج، ممكن اقرا التكست او السترينج بشكل صحيح او بالطريقه اللي انا بدي اياها. يعني مثلا لو اجي عندي نص زي هيك انه مثلا عنوان مثلا رام الله ارسال ستريت مثلا الرقم 30 20 مثلا بالطريقه هاي، فانا كيف بدي اقرا مثلا رام الله لحالها او اقرا اسم الشارع لحاله او اقرا الارقام هاي منفصله عن بعض. انا هنا باجي بتعامل مع او بستخدم فانكشن السترينج توكن. السترينج توكن راح يجي بستخدم الفانكشن وبحدد ايش الفواصل او اللي انا ما بدي اياها او ما بحتاجها او انا بدي اشيلها من التكست. يعني انا هنا مثلا عندي ايش، في عندي امور ما بدي اياها، عندي الفاصله وعندي الهاش، هذول الاثنين بدي اقرا الملف بدونهم او بدي اقرا السترينج بدونهم، بدي اقرا هاي هان وبعدين بدي اقرا هاي، بدي استثني طبعا الفواصل بعدين بدي اقرا هاي. فانا هنا بهاي الحاله بعمل اكستراكت الانفورميشن اللي بدي اياها من دون الفواصل هاي اللي عندي. كيف ممكن اتعامل مع نص زي هيك؟ هاي في عندي هنا مثال طيب انا عندي هنا، لو مثلا عرفت string my info حطيت السايز تبعها 100 او تركته زي ما هو بصير. فانا هنا بدي اجي اكتب information مثلا الاسم، بدي اجي احط معلومات ثانيه يعني whatever انا بدي اياها. يعني ممكن اكتب زي المثال اللي اخذناه مثلا رام الله، هنا بكتب ال إرسال ستريت، وهنا بيجي عندي مثلا 30 عنوان أو رقم للبيت أو رقم للشارع بهذه الطريقة. طيب فأنا هنا عرفت السترينج أو الكاركتر array of characters، وهنا باجي بعرف عشان أعمل extract للإنفورميشن اللي بدي إياها بدي أجي أعرف توكن بوينتر، بدي أعرف كاركتر من نوع بوينتر وبدي اسميه زي ما بدي، مثلا بدي اسميه توكن. فانا هنا عندي التوكن دي يساوي هاي التوكن اوف بوينتر ديها تساوي الفانكشن اللي انا عملته او الفانكشن اللي انا موجود عندي اللي هو السترينج توكن. السترينج توكن فيه تو ارجيومنتس. الارجيومنتس الاولى خلينا نرجع اكتبه السترينج اس تي ار توكن، في عندي تو ارجيومنتس. خليني طلع انا هنا ما بتطلع معي البيانات اللي بدي اياها، فالافضل اجي استدعي السترينج. طيب هان تمام. طيب هلا السترينج توكن شايف الان بلش تطلع عندي المعلومات لان استدعيت اللايبرري. فانا عندي تو باراميترز، الاول كاركترز او السترينج اللي بدي اياها، والثاني الكونستانت كاركترز كمان اللي هي اللي الامور اللي انا بدي اشيلها من الفانكشنز اللي انا ما بدي اياها، عفوا اللي بدي ما بدي اياها في السترينج. فانا هنا عندي باجي بدخل تو ارجيومنتس، الارجيومنتس الاولى اللي هي الاسم السترينج ماي انفو وفاصله هان، باجي ايش اللي ما بدي اياه مثلا الفاصله، بدي استثني كمان الهاش. فانا هنا باجي بحدد له انا بدي استثني الفاصل والهاش، معناها التوكن تساوي السترينج هاي واستثني لي منها الفاصل والهاش. بدي اجي اطبع print of my info
بدي احجز الان بعمل بليس هولدر للسترينج وهنا التوكن والاخرين اجي اطبعها هنا معطين اكسبكتد هاي ما بدي اياها طيب فهي هنا طبع لي ما انفو طبع لي فقط رام الله هلا فهنا في عمليه التوكن هي عم بتقسم السترنج اللي عندي بناء على المحددات انا هاي اللي بحدد لها اياها انه عند الفواصل وعند الهاش اقسم لي الجمله او اقرا الجمله لحد الفاصل هاي فهو الان قرا ايش فقط قرا رام الله ما انفو عندي فقط رام الله طب لو بدي اقرا النكست فاليو باجي بكمل باجي بحكي توكن تساوي string talk وهنا بدخل هسه لما اجي اكمل قراءه في السترنج ما باجي بعطي ماي انفو لو اعطيت ماي انفو راح يرجع يقرا من الاول راح يرجع يقرا من رام الله من البدايه فانا باجي بحطها null وهنا برضه بحدد الاشياء اللي انا بدي استثنيها اللي هي الفاصله والهاش واضح؟ لانه انا هنا لما شو اللي بصير هو أنا جيت قرأت هان رام الله لحد عند الفاصلة ووقف فأصبح الآن نهاية التكست عندي null فأنا هنا بدي أحدد له إنه كمل إنه ما ترجع من البداية اقرأ لا كمل من حد ما كنت وقفت هان null كمل القراءة واستثني لي الشغلات هاي اللي هي الفاصلة والهاش فأنا إذا بدي أكمل قراءة من string دائما بستخدم null فباجي بعمل كوبي لعمليه البرنت نفسها وهي عملت برنت خليني اشوف ايش النكست راح يجي عندي هي في الثانيه قرا لي ايش الايش الاسراء ستريت اللي هي النكست انفو الموجوده عندي رام الله الاستراء ستريت بتستعمل الاري بالضبط كيف الري اوف توكن الري اوف توكن بس اني اعمل سترينج توكن لكل واحد مثلا زي السليف بالجافا هسه رح نيجي عن الاري اوف سترينج لقدام خلينا بس موضوع حبي حبي يعني فانا الان عندي قسمتها ممكن اكمل لو بدي اكمل نفس الشيء بدي اجي اكتب هان اعمل كوبي لهاي وهي بيست حيكمل المفروض يكمل من يقرا لي الان المفروض الثالث يجي يقرا لي 30 ففعلا رام الله الاسراء ستريت 30 لو كملت راح يقرا لي ايش 20 طيب لو جيت انا هان بعد ما قرات رام الله والاسراء ستريت وجيت هان شلت الهاش طلبت منه فقط يطبع لي الفاصلة يعني يستثني فقط الفاصلة الكوما ايش راح المفروض يطلع معي هيران ايش طبع لي 30 20 لانه انا طلبت منه انه شلت الهاش حكيت انه هاش انا فقط بدي استثني الفواصل او الكوماز فايش طبع لي 30 20 اعتبر انه الهاش خلص هي مش مستثنى لو جيت رجعت الهاش هان فراح يطبع لي رام الله الاسراء 30 واذا كان ما يطرح يطبع على 20 طبعا بدل عمليه البرنت هاي كلها ممكن ايش اجي اعمل ممكن استخدم الوايل يعني امر على السترنج هاي كلها 1 باي 1 فباجي بكتب وايل انا عرفت التوكن بالاول ايش تساوي وايل توكن لا تساوي null ايش بدي اعمل هان بدي اطبع برنت اف هي جمله الاخر اصلا حذفت جمله الطباع برنت اف مباشره خليني اطبع التوكن وهنا التوكن طبعا بدي باك سلاش ان طبعا بعد ما اطبعها داخل الوايل بدي ارد اعرف التوكن كمان مره عشان ما يضل يعيد فيها ايش بدي اكتب هنا التوكن تساوي هاي اللي عندي فوق
ورجعت عرفتها. تمام، التوكن تساوي string token my info، وهنا حددت الامور اللي بدي استثنيها. طيب خلينا اطبع. حكالي null declared first using this function. مش كاتبها بطريقة صحيحة النل. طيب السمول ليترز، فهنا ظل عندي يعيد ويزيد. ليش صار عندي هيك؟ مين يعطيني فكرة؟ اختار لأنه في تعريف التوكن الثاني حاطط ماي انفو. بالضبط، ماي انفو معناها شو صار؟ شو صار يعمل؟ ظل يرجع من الأول، في كل مره برجع بكرة السترينج من اولها من اولها من اولها. فانا اللي بدي اياه نل حتى ينتقل للنكست. حكينا انه متى ما قرات اول مره بقرا بحط ماي انفو هان، بعدين خلص بدي ايش؟ احط النل حتى يكمل نكست تو نكست تو نكست. فانا باجي اعمل رن فيعطاني رام الله الاسراء ستريت 30 20. طبعا ممكن استثني السبيسز، ممكن كيف لو بدي اقرا الاسراء لحالها وستريت لحالها؟ باجي بضيف هان انه من الامور اللي بدي استثنيها بكتب سبيس السبيسز، وهنا كمان السبيس. طبعا هنا ما بهم ترتيبهم كيف يكون، هنا الترتيب مش مهم. فانا هنا حطيت ضفت السبيس، شو راح يصير عندي؟ واعمل رن رام الله الاسراء ستريت 30 20، استثنى السبيس اللي بتوين الاسراء ستريت، لان انا حطيت السبيس من ضمن الامور اللي انا بدي استثنيها. فانا بهاي الطريقه استخدمت اللوب، قرات، عملت بارسنج بما داخل السترينج. طيب خلينا نيجي للتو دايمنشن اري مع السترينج. حكينا عن الون دايمنشن، بدي لو بدي اتعامل مع السترينج طيب لو بدي اعرف array of two dimension string، يعني جيت عرفت ان انا كاركتر my array ثلاث اسطر وعشر اعمده، شو اللي بتعنيه هاي؟ هاي اللي بتعنيه انه انا عرفت multi dimension array فيها ثلاث سطور، في كل سطر وسترينج واحدة. فأنا راح يتم التعامل إنه كل سطر فيها سترينج واحدة، السايز كل سترينج فيها عبارة عن 10 مثلا. فأنا هذا اللي بيختلف عندي، إنه أنا لما عرفت كاركتر أصبحت عندي واضح. يعني جيت عرفت هيك two dimension array وحكيت انه الثلاث sizes هذه راح يعتبرها one dimension array string، وهذه one dimension array string، وهذه one dimension array string، والسايز تبعها 10 وهاي 10 وهاي 10. فبالتالي كل اللي اخذتهم انا عن ال string one dimension array string حينطبقها. فبالتالي لو بدي انا اقرا او بدي اعمل عرفت بعد ما عرفت two dimension array string وبدي اقرا وبدي اعرف بدي اعبي القيم اللي فيهم، ممكن اعبيهم مباشره طبعا، ممكن اجي احكي لا الاسايمنت ما راح ينفع لنا. فانا هنا باجي بعمل two for loop عندي، أو عفوا one for loop for integer i تساوي صفر، i اقل من عدد الاسطر و i بلس بلس. انا هنا ما في داعي اعمل تو فور لوب، لانه حكيت انا كل 1 اري بدي اتعامل معها انا انها سترينج، والسترينج انا ممكن اقراها مباشره. فباجي هنا خلاص 1 فور لوب بعدد الاسطر، انا بقى عندي فانكشن بليز انتر سترينج نمبر، هنا رقم السطر، وهنا بستخدم الفانكشن هاب جيتس. جيتس اللي هو راح يقرا الاري اوف سترينج. فعندي جيتس هنا، وهي اسم الاري مالتي دايمنشن اري للاي، اقرا لي هاي الاري او اقرا لي هذا السطر.
فلو جيت هان عملت run فصار عندي please enter string number 0 باجي بحكي له مثلا today is Wednesday تمام اللي بعديها afternoon اخر شيء باجي بحكي له سي بروجرامينج فهنا خلص انا عبيت الاري انتهيت في كل مره السترنج الاولى او السطر الاول صار في ونسداي السطر الثاني وهي السطر الثالث كيف ممكن اطبعهم ممكن بنفس الوان دايمنشن الري هاي اطبع السترنجز اللي جواها فانا هنا باجي بحكي فور اي اقل من هل ما في داعي باجي زي ما انا تعودت اطبع الوان دايمنشن سترنج باجي بحكي برنت اف خلاص مباشره بدي البيانات باجي بحجز مكان للسترنج وباك سلاش ان خلاص طبعا لايش بدي اجي احدد انه المالتي دايمنشن اري للاي فانا بعد ما دخلت البيانات خليني 1 2 3 فهي طبع لي اياهم هان 1 2 3 فانا بهاي الطريقه عرفت تو دايمنشن اري اوف كاركتر او في سترينج واستخدمت بدل السكان اف استخدمت جيتس وهنا طبعتهم بشكل طبعتهم اللي سترينج باي سترينج طيب لو بدي اطبع التو دايمنشن اري هاي اللي عندي فوق كاركتر باي كاركتر يعني مش سترينج زي ما انا طبعتهم هان طبعت السطر الاول والسطر الثاني لو بدي اطبعهم كاركترز باي كاركتر فهي الحالي انا راح اروح على تو فور لوب فور لوب الاولى اي اقل من عدد الاسطر والفور لوب الثاني جي وفي هاي الحالي ما يعني انا مش عارف شو السايز تبع جي بالضبط لنفترض فشو اللي بدي اعمله هان بدي اكتب بدل جي اقل من مثلا السايز بدي اكتب اسم المالتي دايمنشن اري اي جي لا يساوي نل اللي هي كوتيشن باك سلاش زيرو طالما انا مش واصل لنهايه السترينج ضلك كمل ضلك اطبع وجي بلس بلس انا راح استخدم البوت كاركتر عندي فانكشن جاهز اسمه بوت كاركتر وهنا بمرر فيه الاري اي للجي عشان يطبع لي اياها وهنا بعديها اذا بدي باك سلاش ان بحط باك سلاش ان على اساس ينزلوا تحت بعض فانا هنا عندي اللي حيصير لو بدي اطبعهم كاركترز باي كاركتر هاي ال 2 dimension array string يعني انا هنا عندي مثلا بكا A وهنا H وهنا M وهنا D خلص وانا هنا انتهيت وهنا الباك سلاش زيرو فهو شو اللي بده يعمله هان؟ بده يجي يشوف انا حكيت انه عند لما اشرت على السطر الاول الفور لوب الاولى راح تاشر على السطر الاول الفور لوب الثاني راح تمسكهم واحد واحد جي تساوي صفر شو اللي بدي افحصه؟ هل العنصر مالتي دايمنشن اري اي الجي اللي هو هذا يساوي نل؟ طالما انه لا يساوي نل هي باك سلاش زيرو اطبع واعمل نكست فراح يجي يطبع هنا الكاركتر بعدين راح يجي هنا لا يساوي باك سلاش زيرو وهنا لا يساوي باك سلاش زيرو يطبع وهنا يطبع وراح يجي هان طالما ساوى باك سلاش زيرو خلاص راح توقف عندي الفور لوب الثاني ويروح بعديها وين على السطر اللي بعده يطبع انا مش عارف السايز ممكن تكون الكلمه اطول فراح يطبعها كلها ويجي على الثالثه ممكن تكون السايز تبعها اقل راح يطبع لحد ما يوصل لنهايه السترنج اللي هي نهايتها زي ما حكينا عباره عن باك سلاش زيرو فانا هيك طبع ممكن اطبع التو دايمنشن اري كاركتر باي كاركتر
فين نعمل run؟ Please enter بس بس عشان أوضح يعني عشان يكون واضحين هنا. Print F Fault Dimension Array Info Backslash N Dimension Array By Character. طيب هاي عملت run في عندي error هان print f مش spelling تبعها مش صحيح print f طيب please enter string number string number 0 بدي اكتب له مثلا احمد حسام جنين مثلا فهن ايش طبع لي اياهم اول شيء خلصت هاي المالتي دايمنشن اري انفو هاي الانفو تبعينها الثلاث طبعهم الان المالتي دايمنشن اري باي كاركتر طبع لي اياهم اي اتش اي ام الى اخر التكست اللي عندي طبعهم 1 باي 1 طبعا انا هاي كان بستخدم سنجل كوتيشن بدي اركز انه هذا لما استدعي الباك سلاش 0 سنجل كوتيشن وهنا غير عن عمليه البرنت مش دبل كوتيشن انا هنا بستدعي كاركتر فبالتالي سنجل كوتيشن لو ما بدي اياهم تحت بعض بدي اياهم سبيس عادي ممكن اترك سبيس هان راح يجوا جنب بعض وبينهم سبيس يعني هيك بوت كاركتر فقط سبيسز بين كل وحده وحده بدي اجي اعمل رن فهي طبع لي اياهم جنب بعض هيك انا طبعت 2 dimension array character by character وهنا طبعتها by string يعني الكلمه كامله وهان انا دخلت قيم ال 2 dimension array of strings عن طريق ال gets انا في عندنا functions جديده تعلمناها اليوم اللي هي gets عشان اقرا string وهنا put character لو بدي افصل الكاركترز 1 باي 1 او اقرا الكاركترز اطبعهم 1 باي 1 بيجي بكتب بوت كاركتر طيب نيجي لاخر موضوع اللي هي الري اوف سترينج اند بوينترز او array of pointers بدي اجي احكي عن الاري اوف بوينترز انه لو بدي انا اعرف الاري كامل عباره عن بوينترز هل ممكن اعملها يعني هل بنفع اجي هنا اكتب انتجر ptr pointer ويكون الاري كامل تكون عباره عن بوينترز بالشكل هذا هل بنفع بنفع يعني انا بالوضع الطبيعي لو بدي اعرف array فيها علامات طلاب integers grades مثلا 10 وهاي هاي الاري اللي احنا بنعرفها فيها علامات طلاب بديش 10 كثير 10 ممكن اكتب 5 فانا يكون عندي 1 2 5 80 88 تمام وهان 60 وهان 75 وهان 66 هاي الجريدز انا هذه عرفنا انه هذه 1 dimension array of integers تحتوي على الارقام او العلامات هاي طيب الان انا عرفت مش array عادية array of pointers شو يعني array of pointers انا هنا عرفت array فيها خمس عناصر كل عنصر راح يؤشر على قيمه معينه يعني الاري هاي اللي انا عرفتها البوينتر او البي تي ار يعني
فعليا كيف راح يكون شكلها؟ لو نحكي نفترض انه هاي الاري تمام هي فيها ايش؟ بوينتر 1 بوينتر 2 وهنا بوينتر 3 بوينتر 4 بوينتر 5. فكل عنصر داخل الري هذه شو يعني هاي؟ انه كل عنصر داخل الري هو عباره عن بوينتر 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 وبوينتر. واضح؟ هذه اللي عرفتها انا انتجر بوينتر الري من خمس عناصر، معناها انه كل عنصر داخل الري هذا هو عباره عن بوينتر، مش عباره عن قيمه عاديه او فاليو عاديه، هو عباره عن بوينتر. يعني شو يعني عباره عن بوينتر؟ يعني بده ياخذ لوكيشن لمتغيرات موجوده. يعني لو بدي اجي احكي هنا البي تي ار البوينتر صفر ايش بده يساوي؟ مثلا يمكن اجي اكتب بيساوي 5، يعني هي مش حتطلع معي. انا في عندي سيمي كولون expect calibrates before numeric constant. في عندي هنا خطا كمان تمام. هنا هاي مش موجودة عندي. طيب اخذها بس لكن التعامل معها ما راح يكون صحيح، انه array او pointer للصفر تساوي 5. هي فعليا انا ايش المفروض اللي بدام عرفت ان هذه عبارة عن pointers، هي ايش لازم تساوي؟ او البوينتر الصفر المفروض انه ياخذ الادرس لقيمة. يعني لو جيت هنا كتبت integer a تساوي 6، انا ايش اجي اكتب؟ ادرس الاي. واضح؟ انا لما بدي اجي احط قيمه داخل البوينترز هاي المفروض تكون عباره عن ادرسز او مواقع لفاريبل ثانيه. بوينتر للصفر تساوي ادرس للاي. لو جيت هنا طبعت برنت اف value is بدي اطبع هاي ال BTR للصفر pointer للصفر. وهنا انا ايش المفروض يعطيني؟ انا راح يعطيني اللوكيشن. إذا ما بدي اللوكيشن المفروض أطبع البوينتر هاي the value is 6. فهنا طبع لي القيمة هاي 6. خليني أعطل اللي قبل عشان ما يضلوش يطلعوا. طيب انا هان كمان مره عرفت الريف بوينترز، عرفت متغير والاول قيمه داخل البوينتر هاي تساوي اللوكيشن تبع الاي. فبالتالي لما بدي اجي اطبع بدي اجي اطبعها بوينترز للصفر تساوي the value is 6. طب لو جيت شلت البوينتر هاي ايش راح يطبع لي؟ the value is اللوكيشن. هان طبع لي اللوكيشن. واضح؟ فانا بدي ان حكينا دائما اذا بدي اطبع القيمه بدي اكتب الاستريك اللي هي ما تؤشر علي، معناها راح يوصل للقيمه. اذا شلت هاي راح يطبع اللوكيشن. طيب لو امثله ثانيه ان او يعني استخدام ثاني للي حكيت عنه فوق، انه ايش ممكن اعمل انا هان الجريتس؟ فانا هان عرفت خلينا اشيل هذول، بس انا عرفت بوينترز وعرفت جريدز. طيب كيف ممكن اخلي الاري اوف بوينترز هاي كل قيمه فيها تاشر على
علامه من العلامات الموجوده، ممكن اجي اعمل او انا عامل فور لوب جاهز عندي فور لوب. الفور لوب الاول عندي الفور لوب تساوي انتجر اي تساوي صفر، اي اقل من السايز واي بلس بلس. هنا بدي اجي احكي ايش البوينتر للاي تساوي اللوكيشن للاري جريدز للاي. فانا هنا صار عندي تو اريز صار عندي هاي الاري، الاري فيها القيم اللي هي 66 75 الى اخره، وعندي الاري الثاني راح تاخذ فقط بوينترز. فهاي الاري بي تي ار هي فقط راح تاخذ بوينترز، وهاي الاري اللي هي الجريدز هاي راح تاخذ اللوكيشن 66، واضح لوكيشن 66، وهذا راح تاخذ لوكيشن 77. فبالتالي انا شو باجي بكتب هان البي تي ار للاي اول قيمه راح تاخذ لوكيشن جريدز الاي، وعلى اللي بعده اللي بعدها راح تاخذ اللوكيشن هاي وهذا اللوكيشن هنا الى اخره. ذاتس راندوم قصدك الراندوم اللي طبعنا وين اللي طلع معنا لما طبعنا سبوتلايت. طيب انت قصدك الراندوم اللي هو لما جينا حكينا هان صرنا حاسين المشكله. طيب الراندوم، طب ليش راندوم؟ مظبوط كلامك، راندوم ليش راندوم بالضبط؟ ممتاز. انه انا طبعت دي هذه انتجر، هي راح تاخذ قيمه انتجر. الاصل لو بدي اطبع اللوكيشن بدي اكتب بوينتر، البوينت البرسنتج بي راح تعطيني اللوكيشن. طيب انا عندي هان خليني اكمل جريدز. طيب هاي طبعتهم، عملت خليت كل عنصر داخل البوينتر ياشر على عنصر من الاري اللي فيها الجريدز. طب لو بدي اطبع هان عندي نفس الفور لوب برنت، بدي اطبع القيم فبالتالي عندي دي وهنا البوينتر بي تي ار للاي. واضح؟ جيت استدعيت الاري وحطيت البوينترز حتى تاشر لي على القيم الموجوده فوق. فانا هنا عندي العلامات 60 75 الى اخره. لو بدي اجي اطبع ايش طبع لي 30، خليني افصل. طيب فهان ايش طبع لي 66 75، فطبع لي العلامات. لو بدي اجي اطبع الري نفسها هيك راح اطبع البوينترز واعمل رن، فهي طبع لي. هاي هي قصدك عنها الارقام الراندوم نمبر. انا ممكن اوصل ايش اذا بدي اطبع اللوكيشنز باجي بكتب البي حتى يوصل للوكيشن لكل قيمه. فهنا طبعا عملت برنت، هاي طبع لي ايش لوكيشنز للقيم اللي موجوده عندي فوق. هي طيب الاري اوف سترينج بالشكل هذا هو الهدف منه، انه او يعني البوينترز اوف اري انا بستفيد فيها اكثر شيء منها، مش ممكن استفيد منها بالطريقه اللي احنا حكيناها علامات وبوينترز لها، لكن بستفيد منها اكثر لما ابدأ اجي اتعامل مع string، او يعني انا بستفيد منها بتعامل معها اكثر في string. فلو بدي اجي اعرف بالشكل هذا array integers عفوا characters وبدي اياهم pointers، واضح؟ انا بدي اعرف array او one dimension array of pointers بدل ما اعرف two dimension array،
وان array of pointers بالشكل هذا array من أسماء الطلاب students pointers اللي فيها وأنا هنا تركت المجال مفتوح للsizes وجيت هنا حددت هاي الأول string وهي ثاني string وهي ثالث string واضح إن أنا عرفت one dimension array of integers وداخلها عدد أنا بدي إياه من السترينج. هنا أنا فعليا استفدت من البوينترز والأريز. ولو بدي أطبع أي واحدة فيهم مثلا print name std1 اللي هي المفروض تطلع أحمد. خلينا نعمل run هان. name أعطاني نفس الشيء. pointer أنا عندي هنا بدي إياها string وهي الاري الستودنت بدي منها رقم واحد او يعني العنصر رقم واحد فهي النيم احمد بدي اوصل للاول زيرو هاي عندي النيم انس طب هاي بس في لها حاله خاصه انه انا لو بدي اوصل للسترينج او اللوكيشن تبع العنصر صفر مثلا فقط باجي بغير هنا اني بدي البوينتر بدي اللوكيشن تبعه بي فهنا ايش اعطاني؟ نيم اعطاني اللوكيشن تبعه او ممكن استخدم اليو حيعطيني الريبريزنتيشن الثاني لللوكيشن او طبعا ممكن اعمل هاي عمليه الطباعه ممكن اطبعها باستخدام فور لوب بالسايز الموجود عندي فوق واطبع الموجودين السترينجز الموجوده عندي هنا